طه البنا مدرس لغة إنجليزية حب يشاركنا في معاناته قبل قبض آخر الشهر باستخدام بعض المصطلحات باللغة الإنجليزية. عندنا في الإنجليش يا سيدي expressions احنا بنستخدمها لما بيكون يعني الحالة وصلت للي احنا فيه ده. أول واحد I am broke. فـ I am broke معناها أنا مفلس خلاص. الإكسبريشن الثاني اسمه I am in the red. I am in the red مش معناها بقى أنا في الأحمر والكلام ده، لا دي احنا بنستخدمها لما حضرتك تكون مفلس وآخر الشهر زي الحالة اللي احنا فيها. إيه يا حبيبتي في إيه؟ أنا عاوزة 500 جنيه. 500 جنيه 500 جنيه ليه يا حبيبتي؟ عشان تدريب السباحة. تدريب السباحة، تقول لك تدريب سباحة. I am broke. I am in the red.